اتفضلي طيب يا فندم. اخد ايه. الو، اهلا يا ايه، ازيك؟ اهلا بيكي. سؤال. انا ايه، عندي 24 سنه، انا بنت مش مدام، وكان في بس عندي مشكله كنت اتمنى بس ان انا اخد رايكم فيها. اتفضلي. انا اعرف شخص من 2012، هو الشخص ده جاري، واحنا كنا مرتبطين او ما زلنا لحد دلوقتي، بس انا بصفة ان انا عندي في البيت، انا بابايا ومامتي طول الوقت بيكونوا في الشغل، فانا طول اليوم بكون في البيت لوحدي، او بنزل على طول بشوفه يعني او بتقابل بيه بيكون في مكان قريب. فحصل اكتر من مرة يعني لحظات ضعف مني او منه بتبقى عادية، يعني مش حاجة كبيرة. طبعا انا عارفة ان اللي حصل دي حاجة غلطة كبيرة، وانا كنت اكتر من مرة ان انا بقول ان انا الحاجة دي انا مش هكررها مرة تانية، بس هي بتيجي وبتحصل مني لحظة ضعف. بس انا مش حد وحش، وانا والله فعلا انا لو وحشة يعني كان زماني مثلا ان انا عرفت حد تاني او كلمت طب انا حد عايزة تاني اسأل وعادي. سؤال يا آية، هو انتوا اتفضلي. بتعملوا ايه كل ده من 8 سنين، من سنة 2012 لغاية دلوقتي في 8 سنين؟ هو ما كانش في الاول، ما كانش جاهز، وكان قايل لي ان هو وقت ما هو يجهز ان هو هيكون فيه حاجة. اكتر من مرة حاولنا ان احنا نرتبط ارتباط رسمي، بس كانت بتحصل مشاكل ما بين الاهلين، او ان اهله هم مش رافضيني تقريبا. ايه السبب مش عارفة، بس مشاكل عادية ما بيني وما بينه بتحصل، حاجات هو بيكون هو غلطان اكبر فيها وحاجات منك بقد ايه؟ هو حاليا عنده 31 سنة وانا عندي 24. مستني يوصل ل40 سنة مثلا، ولا مستني ايه يا ايه؟ مش عارفة، أنا حاولت أكتر من مرة والله فعلا إن أنا أبعد عنه، بس أنا للأسف معرفتش أعمل ده. جاء في 2016، أنا من كتر التعب والزعل أو إن أنا شايفة إن الموضوع مش انت كنت هيكمل. صغيرة خالص 2012 ده، انت كنت ايه 16 سنة؟ كنت مش فاكرة. ما هو شيلي بقى من 24 8 16 سنة، 16 سنة جاء في يعني ثانوية 2016، ثانوية صغيرة. كنت انا كان المفروض ان هو واعدني ان في حاجه هتحصل، وحصلت ظروف ان الحاجه دي ما حصلتش. فمن كتر التعب اللي انا فيه اكتشفت ان انا عندي سكر، ولحد دلوقتي انا يعتبر ان انا بعاني منه، بس اغلبيه الدكاتره قالوا ان دي نفسيا، لان انا ما عنديش حد من طب انا اهلي عايزه عنده اسال سكر. سؤال، انت ايه اللي مخليكي واثقه قوي في هذا الشخص انك تقعدي 8 سنين حاطه ايدك على خدك ومفيش اي خطوه، حتى قرايه فاتحه، حتى دبل، حتى اي حاجه، مفيش اي خطوه حصلت؟ ايه اللي مخليكي قاعده هي مستنيه؟ فعلا كل ما كانت بتيجي تحاول ان هي تحصل كانت بتحصل مشاكل كتير والموضوع ما بيكملش. طيب يعني الموضوع مش يعني اهله مش موافقين عليكي، احنا بقى لازم ناخد قرار، يا نكمل يا نوقف. البين البنين ده اللي على السلم ده غريب قوي يا ايه، ايه يعني بس عايزه مالهاش ايه؟ اخوات؟ عندك اخوات؟ انا لا، ما عنديش اخوات، انا واحده. وماما وبابا رايهم ايه في القصه دي؟ ماما وبابا رايهم ان هو لا ما تكمليش، وشويه لما بيلاقوا ان هو عاوز يكمل وان الموضوع رجع يتحسن تاني فما بيكونش عندهم اي مشكله. هم عندي في البيت الفكره ان انتي تتجوزي وبس، مش طب هم الفكره عايزينك مين تتجوزي، وهو بقى هو بيرجع شو يعني ايه، بيرجع في العهد اللي او الوعد اللي وعدك، بيرجع يقولك اصل اهلي مش موافقين. لا، لما بتيجي ان هي تحصل مشاكل الموضوع ان هو مش بيكمل. انا حاليا دلوقتي المفروض ان هم اهله متقبليني وعاوزين ان هم يفرحوا بيه وعاوزين الموضوع، بس من كتر المشاكل اللي بتحصل ما بيني وما بينه وبقت بتوصل لاهانه وكلام كتير، انا دلوقتي مش عارفه ان انا اعمل حاجه، شايفه ان انا ضيعت كتير جدا على الفاضي، مش عارفه ان انا ابعد ولا عارفه ان انا اعمل حاجه، وفي نفس الوقت شايفه ان الغلطه اللي انا عملتها ان ربنا مش عاوز ان يخليك يخليني ايه؟ الموضوع ده يكمل بسبب غلطتي، فمش عارفه اعمل حاجه. انت جربت ان انا اصلي صلاه غلطتك في حاجه صعبه، في حاجه وحشه حصلت؟ قالت لا، هي قالت لا، انت مش حاجه صعبه جدا، بس هو في الاول وفي الاخر هو غلط، وان ده ما ينفعش ان انا حتى ان انا احس طيب. باي ضعف. انا فاهمه ده، بس انا بتشتغلي، فعلا انت بتشتغلي يا ايه؟ لا مش بشتغل. قاعدة بقى فاضية له طب وهو ايه بقى خريجة فاضي لك. ايه؟ انتي خلصتي؟ متخرجة من ايه يا حبيبتي؟
انا ما هتحس بقالي، المفروض ان افضل اتحس بقالي بس ما اشتغلتش، ما بقدرش ان انا انزل اشتغل لاني على طول نفسيتي تعبانه، ولما بنزل محدش بيكون متفهم في الشغل ان انا عندي سكر او ان انا بتعب على طول، فانا حتى مش عارفه ان انا اساعد نفسي ومش عارفه ان انا اعمل حاجه. واحنا هنفضل قاعدين بقى كده جبنا لنفسنا المرض واحنا عيال صغيرين، واحلى سنين عمرك هتقضيها بقى في العياط وفي القعده وفي البتاع وفي المشاكل. هو القرار بايدك انت على فكره، مش بايد حد ولا بايد مخلوق غيرك انت، والموضوع يتنسي كده 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 عادي خالص. هنرد عليكي ايه؟ ايه لازم نرد على ايه. 8 سنين على علاقه بشاب بقالها 8 سنين ويعني مفيش اي حاجه بتحصل، مفيش جديد، وجالها السكر من الزعل. بص يا فندم، بنتكلم بصراحه في شخصية آية وكل ضحية زي آية. شوف أنا بسمي ضحية، بقول لك يا آية بكل قوة ابعدي عن الشخص ده فورا. وإن كنا ما سمعناش منه، احنا بنحكي على ما سمعنا، ابعد فورا. ليه؟ لأنه ده لو ابن أصول ياخد بقول الله تعالى فأتوا البيوت من أبوابها، خبط على الباب. وبعدين يا آية مهما أنت أعزكم الله، أنت ضحيتي له كتير، فأنت هتبقى بالنسبة له سهلة وعمره ما هيفكر يرتبط بيكي، وسنين عمرك بتجري منك. فاتقي الله سبحانه وتعالى في نفسك، وزي ما قالت لك الاستاذه دعاء، محدش هيخدم نفسك الا نفسك. فده اعزكم الله، ده ذئب بشري، انا ما اعرفوش، ده ذئب بشري يعني لا يتقي الله، يعني ما لا ترضاه لاختك ولا لبنتك لا ترضاه لبنات الناس. وربنا قال ولا متخذي اخدان. يعني ايه؟ يعني يا جماعه يا الموضوع يبقى على العلن ويبقى قدام الناس ويبقى في خطوبه رسمي وادخل واطلع قدام الناس، يا اما ما ينفعش. وعايز اقول لابو ايه وام ايه او لكل ضحيه زي قدامنا زي ديت، اتقوا الله وسيبكم من شغلكم، ركزوا فيه. بس بنتك دي امانه في رقبتك، ستسال عنها بين يدي الحي الذي لا يموت. وعايز اقول لك يا ايه، انت بتضيعي وقت والراجل ده بيضحك عليكي، لان هو لو عايز يخلص كان خلص، حتى لو اهله غير مقتنعين هو في ايده يقنع اهله لو بيحبك بجد. وعايز اقول لك حاجه، لو حبك بجد يا ايه، وده كلام مهم لكل بنت من دور ولادنا والبنت في سن المراهقه، بقول لك هو لو جدع وابن اصول وبيخاف عليكي ما كانش يوصلك لدرجه اللي انت بتقولي عملت معاه الذنوب. طبعا ما تمش الموضوع الفعل الكبرى، لكن حصل بينكم كبائر. اي حصل بينا كبائر، فهو الراجل ده ما بيخافش عليك. طيب لان الحب الحقيقي ده هو تسويف في العلاقه. الحب الحقيقي يا فندم الواحد يخاف على حبيبته اكتر من نفسها، ما يلمسهاش، ما يبص لها. عارفه وفي تسويف في العلاقه. الاول الاهل خلف في الوقت. طب الاهل وافقوا؟ ايه حجتك؟ لا اصل مشاكل بقى وبنتخانق ومش طايقك ومش عارفه ايه. فدلوقتي في تسويف وفي تمديد في العلاقه، في استغلال. عايز اقول لها كلمه مهمه قوي، ما ترخصيش نفسك، ما تقلليش من نفسك، لسه ان شاء الله انت لسه صغننه ولسه اللي عند ربنا كتير، وخلي عندك ثقه في ربنا وقول يا رب ارزقني بالزوج الصالح اللي يتقي الله فيا، وسيبك من الشخص ده خالص، وهو لو عايزك هيجري وراكي ويعمل المستحيل عشان يتمم. انت عايزاه يجري وراكي؟ اقطعي العلاقه يا ماما بس خلاص. هيجي لك كده جري لو هو ده لو هو بيحبك. ده الاختبار المهم والله، لو بيحبها فعلا وهي قطعت معروفة. هيوصل معروفه، هتفضلي قاعده مستنيه هيكرفك. الاختبار الحقيقي لو هي قطعت وهو مرتبط بيها وبيحبها هيوصل، هيبقى عايز. انما لو قطعت وهو بايع خلاص هيبيع، يبقى انما انتهى. هي لا بتقطع ولا هو، ده قرارك. ولازم تشغلي نفسك بحاجه، ان احنا نفضل قاعدين كده ما بنعملش اي حاجه في حياتنا يا قرار. وبرضه ربنا سبحانه وتعالى ربنا سترهم مره واثنين وثلاثه، فاحذري بقى وربنا سترك وما تفضحيش نفسك. خلاص غفر الله لنا ولك، خلاص ما فيش مشكله.